وصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي إلى العاصمة الإيطالية روما في رابع محطات جولتها الخارجية. وتعتزم وزيرة الهجرة عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية في روما والحديث معهم عن المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق متنوعة. كما ستستعرض الوزيرة أيضا آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي اتاحتها الدولة لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال.